نخش على التايتل الثاني. يبقى كده خلصنا من اول تايتل اللي هو بيكاو. التايتل الثاني لو فاكر كان بيكلمني على الاندبندنس بقى بتاع الاكسترنال اوديتورز. احنا فهمنا قد ايه الاكسترنال اوديتورز مهمين وهنفهم اكتر علاقتهم وتفاصيل علاقتهم بالانترنال كنترول دلوقتي ودورهم ايه مع الناس بتاعه الانترنال كنترول او في شغلانه الانترنال كنترول بمعنى اصح. عشان كده هو لسه عمال يكلمني في قصه الاكسترنال اوديتورز. فهمنا البيكاوب في اول تايتل خلاص. اعيد من الاول خالص. الاف سي بي اي خلصنا منه. فورين كوربت بايمنت لفورين كونتري مش عايزينه, ده الانتي برايبري بروفيجن كل الشركات تاخد عليه. وعندي اكاونتنج بروفيجن عايزني امسك حسابات منتظمه عشان يمسك عليا حته الفورين كوربت بايمنت. دخلنا بعد كده في السيربينز اوكسلي اكت. اول نقطه تصني فيها البيكاوب, الناس اللي بتنظم شغل الناس بتاعت الاكسترنال اوديتورز لان ليهم علاقه وهنشوفها كمان شويه بقصه الانترنال كنترول. وزي ما شرحتها في موضوع المس ستيتمنت اللي ممكن يحصل في الفاينانشال ستيتمنتس وياثر على راي الاندبندنت اوديتورز او الاكسترنال اوديتورز. تمام. طيب لازال هو شغال في قصه الاكسترنال اوديتورز, عايز التايتل الثاني يحافظ على الاندبندنسي بتاعه الاكسترنال اوديتورز. مديني 3 سيكشن. اول سيكشن فيهم 201 قال لك ايه, سيرفيسز اوتسايد ذا سكوب. في سيرفيسز كده معينه قال لك لو الاكسترنال اوديتور عملها هتؤثر على رايه وعلى مصداقيته, هتعمل حاجه اسمها conflict of interest, يحصل تضارب وتعارض في المصالح, fundamental conflict of interest. واحسن مثال يفكرك بالقصه دي موضوع ارثر اندرسون وكم البيج فايف وقصتهم مع شركه انرون بتاعه الطاقه في سنه 2001. قانون ده 2002 يمكن يكون ده اساس اصدار قانون اساسا انت واخد بالك اللي هو السربينز اوكسلي اكت بالظبط القصه دي. تمام. ف أرثر أندرسون وإنرون عشان بس نفتكر إيه الكلام ده. Fundamental conflict of interest. يحصل إزاي؟ محدد لك وصائف معينة في القانون. قال لك إيه؟ لو عملت bookkeeping services. يعني هل يعقل إن أنا بعت من الpublic audit firm بتاعتي الindependent auditor أنا الexternal auditor أبعت له واحد auditor من عندي يقعد يعمل له الحسابات بتاعته والدفاتر بتاعته وبعدين هو نفسه يراجع عليها؟ مش منطقي. بقى في conflict of interest يعني. هاخد فلوس منه علشان اعمل له البوك كيبينج سيرفيسز دي تؤثر على رايي كاوديتور, وفي نفس الوقت ازاي هعمل حسابات وراجعها على نفسي. تمام. ده كده اول مثال يعني. قال لك financial information system design and implementation. يعني انا شغال على اكسل سيستم مثلا, شغال عندي سيج, عندي ساب, عندي فيديليو, ايا كان السيستم اللي موجود انفورميشن سيستم, ما دخلش الاكسترنال اوديتور اعمل ديزاين ازاي واسمع شجره الحسابات بتاعتي ازاي والاكاونتنج مش عارف نمبرز عامله ازاي واخلي فين يسمع فين والكلام ده. هو يراجع عليا بعد كده في الكلام ده اه, بس ما عملوش انفولفمنت في البدايه من حيث الديزاين والامبلمنتيشن بتاع الاكاونتنج سيستم بتاعي, ما يصحش. تمام. برضو تؤدي الموضوع الكونفليكت اوف انترست لان ادي له فلوس على الكلام ده. اي وظيفه من الوظائف اللي هقولها دلوقتي هضطر ادي له فلوس على الكلام ده بره سكوب بتاع الاوديت, والقانون مش عايز الحته دي. وده نفسه اللي حصل في موضوع ارثر اندرسون وانرون بتاعت الطاقه. طيب قال لك ابريزل اوف فالويشن سيرفيسز. هو ما يشتغليش خبير متمن اروح اجيب ناس متخصصه في الكلام ده ادفع لها فلوس على السيرفيسز دي بعيد عن الاوديت. طيب انترنال اوديت outsourcing services. ما يجيش يقعد عندي ويشتغل في الشركه كانترنال اوديت على اعتبار ان هو outsourcing services يعني. ويمكن النقطه دي لما نتكلم عن internal auditor هنا تخليني اقول بالمره الفرق ما بين الانترنال اوديتور والاكسترنال اوديتور. ليه؟ تلاقي الانترنال اوديتور ايديه داخله في كل حاجه في الشغل, داخله في اوبريشن وداخله في وعايز يطلع ادفايسز وداخله في فاينانس وعايز يوجه المانجمنت ويطلع جايدنس ويشوف المشاكل فين. ليه علاقه قوي بموضوع الافيشنسي في استخدام الريسورسز بتاعت الشركه. هو شغال في الشركه, وده دوره بقى يحط ايده في كل الكلام ده اوبريشنالي وفاينانشلي. فعشان يفرقوا بين بين الانترنال اوديتورز والاكسترنال اوديتورز دايما يقول لك مثال حلو قوي. يقول لك ايه, الانترنال اوديتور يهمه قوي المصنع ابو 5000 دولار انت ليه اجرته ب 10000 دولار؟ ما هنا مفيش افيشنسي في توظيف الريسورسز بتاعت الشركه. اكس من المانجمنت
هو اللي مسؤول عن الكونتراكتس مثلا؟ ليه مش هو اللي راح اللي عمل الديل بتاع المصنع الفلاني؟ ليه مش هو اللي راح اللي وقع الديل دوت؟ ليه في التفاصيل دي كلها؟ حتة الافيشنسي بتاعت الريسورسز مهمة. يحاسب، هو مش دوره يحاسب المانجمنت طبعا، هو في النهاية ريبورت للأوديت كوميتي ويوجه الأوديت كوميتي لو ان المانجمنت ما مشيتش في الجايدنس بتاعه. بس اللي بيحصل زي ما بقولك، هو مهتم قوي ليه المصنع ب $5,000 وكنت ممكن تاخده ب $5,000، خدته $10,000، ما عنده الداتا بتاعته وعنده الانديكيتورز بتاعته. الاكسترنال اوديتور بقى بعيد خالص على القصه دي، حته الافيشنت يوز اوف كومباني ريسورسز مش بتاعته. المصنع ب $5,000 وانترنال اوديتور كان بيقول لك خده ب $10,000، ولا انت خدته ب $10,000؟ لو انت اصلا خدته ب $15,000 ولا $20,000 تخصوش. هو اللي يهمه ايه ال $15,000 ولا $20,000 دول حطيتهم في الحساب الصح ولا لا، زي ما الجاب قالت ولا لا، ده اللي يهم الاكسترنال اوديتور. فده الفرق الاساسي ما بين انترنال اوديتور واكسترنال اوديتور. فلما اجيب واحد بقى اكسترنال اوديتور اقعده جوه الشركه واشغله على اعتبار ان هو اوت سورسنج يعني سيرفيسز وادفع له فلوس، ده اساس الكونفليكت اوف انترست. دخلته بقى في اوبريشن ودخلته في قصص افيشنسي اوف ريسورسز ودخلته في حاجات تانية هو ملوش دعوه بيها. ده راجل المفروض يجي راجع حساباتي يقول لي رايه في الحسابات دي ايه، قوائم الماليه بتاعتي بتمثل المركز المالي للشركه ولا لا، بتعكس نتيجه اعمال السنه ولا لا، متطابق مع الجاب ولا لا. شكرا. هو ده دوره الاساسي، الميجر ريسبونسابيلتي بتاعت الاكسترنال اوديتور، يبدي رايه اكسبريس ان اوبينيون، وهنشوف الكلام ده كمان شويه في الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتي. تمام. يبقى قلنا اي شغلانه هياخد عليها فلوس في النهايه هتاثر على رايه كاوديتور. يعني بالظبط كده. بالظبط. اي شغلانه حتى في الاخر اني اذر سيرفيس. دي لسه بقى نوصل لها. طيب نكمل بقيه ايه السيرفيسز اللي هو مش عايزه يخش فيها كاكسترنال اوديتور عشان يحافظ على الاندبندنسي بتاعته. مانجمنت فانكشنز، نفس الكلام اللي قلناه قبل كده. اتش ار سيرفيسز، بروكر او ديلر، يعني ما تجيش تبيع لي او تبقى انفولف في قصه ان انا اشتري اسهم لشركات تانية او انفستمنتس في شركات تانية او بروبرتيز او ايا كان، او اجيب لك عميل او كان تخشش معايا في القصه دي، اشتغلش معايا لا بروكر ولا ديلر، لان برضو الكوميشنز اللي انت هتاخدها في الكلام ده هتاثر على رايك. ليجل سيرفيسز، اروح اتعامل مع محامي من هيئه تانية بعيد عن قصه الاوديت فيرم بتاعتي. اكسبرت سيرفيسز، اي اكسبرت سيرفيس بعيده عن الاوديت سكوب اوف اوديت المفروض الاوديتور ما يعملهاش. الاكسترنال اوديتور، الاندبندنت اوديتور، البابليك اوديت فيرمز، ما تعملش اي وظيفه من الوظائف اللي قلناها دي كلها. بالاضافه زي ما انت قلت من شويه، any other service that the public company accounting oversight board اللي هي البي كاوب determines، عشان يسيبها مفتوحه بقى شويه. الناس اللي بتنظم شغل الاكسترنال اوديتورز دول، عشان كده عرفنا ايه خدنا السكشن اللي فات كمان ليه، عشان ابقى انا فاهم لما اوصل للنقطه دي ان هم اساس القصه في تنظيم الستاندردز والانسبكشنز والانفستيجيشنز بتاعه البابليك اوديت فيرمز. فأي بقى وظيفة كمان بعد كده تنتبه ليها البيكاوب وتضيفها على القانون ده، برضو الاكسترنال اوديتور ممنوع يعملها. تمام؟ هدفه الأساسي يحافظ على الاندبندنسي بتاعة الاكسترنال اوديتورز أو الاندبندنت اوديتورز، حتى هو اسمه كده اندبندنت اوديتور. يعني طيب الموضوع very representative يعني. طيب ننقل على السكشن اللي بعده، يجي يقول لك قصة عشان حافظ برضو على الاندبندنس عايزك تعمل روتيشن لناس معينة. مين بقى؟ يقول لك الليد اوديت بارتنر. لو احنا عندنا اكس كومباني، كومباني اكس بيجي لها اوديت تيم، يجي لها واحد ومع واحد مثلا، او واحد ومع خمسة، او واحد مع عشرة، او واحد مع عشرين، حسب بقى حجم الترانزاكشنز اللي في الشركة دي وحسب حجم الماليات اللي موجودة في الشركة دي، حجم الشركة كلها عامل ازاي. ايا كان التيم اللي بيجي بيبقى فيه تيم ليدر والباقي نقدر نقول اوديت تيم او تيم بارتنرز مثلا او اوديت بارتنرز. هو يقول لك ايه بقى الليد اوديت بارتنر ده؟ طبعا انت بتعرفه، يعني هو الراجل ده اللي بيجي بيجي يعمل انتري ميتنج مثلا مع الفاينانشال كنترولر او الفاينانشال اوفيسر، وهو اللي بيوجه الناس، تلاقيه هو اللي دايما تلاقيه دايما اكثرهم خبره، مش شرط يكون اقدمهم طبعا، او تلاقيه هو الكنترول على الاوديت بروسس، هو اللي بيوجه الناس، انت امسك الايرادات وانت امسك المصروفات وانت امسك الليبيليتيز وانت امسك وانت هات لي راجع لي مش عارف كذا، دايما بتلاقيه ظاهر وهو اللي بيليد القصه او بيعمل كنترول على الاوديت بروسيس كلها. فيقول لك الليد اوديت بارتنر اللي هو التيم ليدر ده
يتعمل له روتيشن بعد 5 سنين، روتيت اوف افتر 5 years. يبقى هو يقعد يراجع الكمباني اكس دي لمدة 5 سنين، اول ما الخمس سنين يخلصوا لازم يمشي. ريمين اوف فور 5 years، يعني هو قاعد بيراجع كمباني اكس لمدة 5 سنين، واول ما الخمس سنين خلصوا مشي، ما يرجعش يراجع كمباني اكس تاني الا بعد 5 سنين تانيين. عايز يضمن ان ما يحصلش لونج ران بيرسونال ريليشن شيب مع المانجمنت بتاع الشركه، فيحافظ على الاندبندنس بتاعت البابليك اوديت فيرم اللي شغال فيها التيم او الاوديت تيم دوت. تمام. الاذر اوديت بارتنرز بقى، بقيه الاوديت تيم يعني، قال لك دول يشتغلوا 7 سنين عادي، يقعدوا يراجعوا 7 سنين الاوديت الكومباني اكس دي مثلا. بعد 7 سنين لازم اعمل لهم روتيشن. اللي يجي معايا ده بقى له 7 سنين بيراجع معايا في الاوديت تيم بتاع الشركه اكس دي، لازم يمشي بعد 7 سنين ويقعد سنتين، ممكن بعد سنتين يرجع تاني، يقعد 7 سنين تانيين وسنتين وهكذا. يبقى التيم ليدر 5 سنين روتيشن وخمس سنين اوف، الاذر اوديت بارتنرز او الاذر اوديت تيم 7 سنين روتيشن و 2 years اوف. اي حد تاني بقى مش لازم الروتيشن نعمله له، زي مين؟ قال لك سبيشاليتي بارتنرز، ناس بتعمل لك تاكس ادفايسز، لان دي لها علاقه بال بشغلك، بصميم شغلك بعد كده، وهو ده تاكس ادفايزر، دي ما فيهاش كلام يعني، مش هتتعرض مع الوظائف اللي هناك، يعني في حصل تغير في قانون الضرائب، مش هتفضل قاعد مستني لحد ما يجي لك الاوديتور فيوجهك ساعتها، فانت تلبس 7 8 شهور مثلا بغراماتهم بان انت خالفت القانون ما طبقتوش اول ما صدر بالكلام ده كله. فلازم هتلاقي واحد من الاوديت كامباني عمال بيوجهك، خلي بالك حصل تغيير في الحته الفلانيه، ده طبيعي، ده ما يهموش لانه بعيد عن الاوديت بروسيس، مش لازم تعمل له روتيشن. ويقول لك التكنيكال سبورت تيم، يسموهم التكنيكال ريسورسز بارتنرز، ناس بقى اللي بتصور، وزي ما قلت لك ناس بتروح مؤسسات توصل ورق، تجيب ورق، تختم لك حاجه، تعمل لك حاجه ليها علاقه يعني بالاوديت فيرم، الناس دي برده مش محتاجه اعمل لها روتيشن. يبقى اساس الموضوع الاوديت تيم ليدر 5 سنين وخمس سنين اوف، والاذر اوديت بارتنرز 7 سنين و 2 years اوف. طيب اكد على حته الروتيشن، ان هو لما بيعمل روتيشن، ان هو بعد 5 سنين كتيم ليدر او بعد 7 سنين كتيم كبقيه اذر تيم ممبرز، ده مش بيمشي من البابليك اوديت فيرم نفسها، هو بيمشي من مراجعه او من التيم بتاع المراجعه الكمباني اكس. ممكن بقى يروح يجي يراجع كمباني واي زد ايا كان، يروح نفس الاوديت فيرم اللي هو شغال فيها يراجع شركات تانية، ويجيب بقى الناس اللي هي بتاعت الشركات التانية تراجع الكمباني اكس، يعني يعمل روتيشن جوه الموظفين بتاعت الاوديت فيرم بتاعته ما بين الكاستمرز او الكلاينتس بتوعه اللي هي شركات اكس واي وزد. مش روتيشن هو يمشي من الشركه خالص ويروح اوديت فيرم تانية، لا، هو يبعد عن الشركه اللي بيراجعها دي. هو مشكلته في القانون ان يحافظ على الاندبندنس بتاع البابليك اوديت كومباني، فما يخليش في علاقه شخصيه زي ما قلت ما بين موظفين البابليك اوديت فيرم دي والشركه دي بالذات، فيخليه يعمل روتيشن، يسيب اكس يروح يمسك واي، ما لهمش دعوه، خلاص يبدا بقى علاقه جديده وشغل جديد، وعلى ما يبدا يعمل علاقات جديده تكون خدت منه 5 سنين تاني، يعمل له روتيشن بعد 5 سنين تاني يرجعه اكس بقى. تمام، وصلت الفكره؟ طيب ننقل بقى على اخر سيكشن معانا في التايتل ده، اللي هو عايز يحافظ فيه على الاندبندنسي بتاع الاكسترنال اوديتور. انا مش عايز انسى دايما، بربط وبعيد عشان ايه يبقى الخيط ماشي معايا صح. قال لك احسن حاجه عشان احافظ على الاندبندنس بتاع الاكسترنال اوديتور او اندبندنت اوديتور ده، ان هو اخليه ريبورتنج للاوديت كوميتي، يمكن دي ذكرناها قبل كده، ما يبقاش ريبورتنج للمانجمنت، عشان المانجمنت involved في الموضوع وعندها responsibility، هنشوفها كمان شوية، ما تأثرش على إبداؤه في رأيه في financial statements، فيخليه reporting للaudit committee اللي بدورها reporting لأعلى level في الشركة اللي هي POD board of directors. طيب وكمان قال لك reporting إيه للaudit committee، هيديهم إيه ريبورتات بإيه؟ قال لك all critical accounting policies and practices to be used. ماشي، وهو بيراجع قبله accounting policies و practices معينة، يريبورت الكلام ده critical والmajority بتاعتها يريبورتها للaudit committee. ماشي، all alternative treatments of financial information within GAAP
that have been discussed with the issuers management. احنا قلنا الايشور اللي هي البابليك كومباني اللي احنا بنراجعها, سموها ايشور لان هي بتايشو الستوكس او الاسهم في البورصه. تمام, انا يعني بحاول على قد ما اقدر اغطي كل المسميات عشان بعد كده ابقى انا فاهم بابليك كومباني هي بابليكلي تريدد كومباني هي ريجسترد كومباني اد اس اي سي هي الايشور, عشان بس هي كلاينت برضو كلاينت بالنسبه للاوديت فيرم عشان ما يقعدش يلعب معايا بالالفاظ دي وانا شغال. في حاجه تانية برضو عايز اقولها في قصه الانترنال كنترول قلتها قبل كده وعايز اكد عليها تاني, مجال الانترنال كنترول واسع وكبير زي ما قلنا, بيبني شغله ومعظم اسئلته على سيناريوهات وكيسز. حته عجبتك حته مش واضحه حته مش مفهومه, اخش افتح جوجل وادور عليها الم معلومات زياده حواليها, حته عجباني شيقه بالنسبه لي قابلتني في شغلي اخش اقرا فيها زياده, المشكله يعني حته غامضه ومش واضحه قوي اخش اقرا فيها زياده استوضحها اخد مثال بالظبط. موضوع مجاله واسع اخش اقرا اوسع مداركي واوسع النولج بتاعي واستفاد. تمام, حته مش واضحه حته عجباني ثقافه محاسبيه. طيب الالترناتيف تريتمنتس يقصد بيها هنا ان انا الاداره كانت عامله معالجه محاسبيه معينه في قيود معينه, انا كاكسترنال اوديتور شايف ان هي المفروض تتعمل بالشكل الفلاني عشان اتوافق اكتر مع الجاب, الريبورت الكلام ده للاوديت كوميتي. ماتيريال ريتن كوميونيكيشن, اي كوميونيكيشن حصلت ما بين الاوديت فيرم وما بين المانجمنت اي ريبورت كوبي من الكلام ده في ايميلز بينهم مثلا عشان سكادولينج الاوديت تايم, انا عايز اجي اخر شهر 3 يقول له لا طب اصبر عليا اسبوع عشان اجهز نفسي, ياخد هو كل الايميلات ايه يفرودها للناس بتاعت الاوديت كوميتي. بس ده اللي طالبه القانون. يبقى هو حافظ, يبقى انا اتكلمت الاول على بيكاو الناس اللي بتسجل وتنظم الستاندردز بتاعه كل البابليك اوديت فيرمز اللي بتراجع البابليكلي تريدد كومبانيز. تاني تايتل اتكلمت على الاندبندنس بتاع الاكسترنال اوديتورز بتاع الاندبندنت اوديتورز بتاع البابليك اوديت فيرمز من خلال ثلاث حاجات, في وظائف ما ينفعش يعملوها سيكشن 201, في روتيشن لازم يحصل 5 سنين و5 سنين 7 سنين وسنتين سيكشن 203 مش علينا. طيب سيكشن 204 قال لك خلي الاوديت فيرمز تبقى ريبورتنج دايركتلي للاوديت كوميتي. تمام,